احنا اليوم هنتكلم سريعا على موضوع مهم جدا اللي هو شائع ما بين النساء وما بين الرجال ايضا، اللي هو الفرق ما بين البوتوكس والفيلر. مادة البوتوكس عبارة عن مادة بنحقنها لإزالة التجاعيد او إزالة الخطوط التعبيرية في اي مكان، ومواقعها معروفة او معظم الوقت معروفة الناس اللي هي التجاعيد حق خط الحزن ما بين في الجبين حول العين وأحيانا تحت العين عشان التجاعيد اللي تحت العين. أما الفيلر فهي مادة مختلفة تماما، مادة أخرى تعتبر أنها جل ونستخدمها للحشو، يعني من اسمها فيلر أنه نحشي فيها. البوتوكس دائما إحنا بننبه الزبائن أو المترددين أو المراجعين على أنها بعد ما تحقن البوتوكس في الأماكن المرغوب أو المراد تغييرها أو تحسينها، انها المفروض انها لا تتعرض لحراره، انها لا تعمل مساج، انها لا تستخدم لا تعمل اكسرسايز، اي شيء يؤدي الى حراره انه ممكن يحرك الماده لمكان اخر يفضل انها تبعد عنها. حتى في الصلاه احيانا السجود نقول انها ممكن تركع تسجد سجده سريعه وتطلع، بحيث انه هذا ان كانت مرت عليها بعد ساعتين من الحقن. الفيلر شيء مختلف تماما، حقنه في اماكن معينه في الوجه زي الوجنات تحت منطقه العين في الشفايف. هذه المفروض انه بننبه المريضه انها مش الحراره، لانه ما بيدوب الحراره ما بتدوب الفيلر ولا بتاثر عليه، لكن دائما بنقول في منطقه الشفايف تحديدا انها ما تشرب تخلط ما بين شرب الماء والبارد والحاجه السخنه، عشان بس ما يكلكعها او يركزها في مكان لانها ماده جل وقلت انها ممكن تتحرك بطريقه معينه. الشيء الثاني اذا انضربت في الوجنات انها ما تنام على اماكن او ما تضغط عليها في منطقة الأنف، حتى النقاب بقوة أو الضغط عليه، هذه الأشياء اللي تخص الفيلر. البوتوكس بيواجهني مشاكل في البوتوكس والفيلر في المفهوم الخاطئ من المريضات، إنه البوتوكس أحياناً لما نيجي نضربه بنحله بمادة سائلة زي الموية أو الموية والملح، وبعدين بندوبه لأنه بروتين، فحركته سريعة، فلما بيضرب في مكان ممكن يروح إذا ما اتبعت التعليمات اللي احنا قلنا لها إنها تتعرض لحرارة أو تعمل اكسرسايز أو لخ، فممكن يروح لعضلة ثانية أو طرف عضلة أخرى، فبتحرك العضلة هذه تضطر إنها تكسل وتصير في حركة خاطئة، فالمريضة تستاء، فالمفروض إنها تعرف إنه هذا شيء من الحاجات اللي ممكن من الأشياء اللي بتحصل وراء عدم اتباعها للتعليمات. فالمفروض برضو إنها تنتظر من أسبوعين لثلاث أسابيع الأمور بتكون مرتاحة والأمور تصير أفضل. اما بالنسبه للفيلر، فالفيلر برضو عنده مشاكل اخرى كثير، بيزعج المريضات انه بيعبي مويه كجل، كضربه ابره، ككريم تخدير، كلها بتعبي مويه، فممكن يكون يديني حجم اكثر من الحجم المتوقع، فالمريضه بتستاء وتجي برضو مستعجله تبغى تشيله تبغى تحطه تبغى تغير، فبرضو ننصحها انها المفروض تستنى من اسبوعين لثلاث اسابيع عشان الفيلر يرتاح في الوجه ويدينا الشكل الجميل. واتمنى للجميع ان شاء الله دوام الصحه والجمال ومن احسن لاحسن.